طيب تعالي بقى مع مشاعر الناس. بص بص الشكل عامل ازاي في الاستقبال، توقعت الاستقبال ده الاول؟ خالص خالص خالص، ما كنتش متوقعة ده كله يعني. نزلت قلت ايه ده؟ يعني بس بجد بجد يعني شكرا لكل اللي جه، وكان من الكراتيه وبره الكراتيه، فدي كانت حاجة اسعدتني جدا. كل الناس يعني شكرا جدا بجد، يعني بقولها ادخلوا الفرحة على قلبي بجد. هما اللي ادخلوا الفرحة على قلبك؟ تكلمي جد؟ والله العظيم. مش انت اللي دخلت الفرحة على قلوب المصريين دي كلها؟ حسيتي ده طبعا ده شرف ليا ان انا اقدر ان انا اعمل كده، ده شرف ليا. بس اسعدوني بجد وادخلوا الفرحة على قلبي، ما يعني فرحة ما بعدها فرحة. امتى اتفرجتي على الفيديو بتاع الاسره وخصوصا ماما؟ امتى احكي لي بس عليه اللي هو انت بعد خلصت ما خلصت الساعه كام؟ انا خلصت البطوله كانت بالظبط الساعه 7 أو 8، مش فاكره قوي لاني خدوني من على الملعب تحليل منشطات طبعا. بعدها بعد ما خلصنا بقى والتتويج كان وقت كبير طبعا. بعدها بقى فضلت قاعد بقى مستني اللحظه دي. بعدها قبل ما روحت بقى وكده اتفرجت بقى على الفيديو. طبعا اول ما شفته انهارت. كلمتي ماما في الملعب الاول ولا كلمتيها؟ انا اول ما بخلص الماتش لازم اكلم ماما، يعني اول ما بخلص البطوله، مش كل ماتش بكلمها صراحه. اول ما بخلص البطوله اول حد بكلمه هي ماما. اول حد بكلمه وماما بتدي التليفون لبابا، وبابا لاخويا الباشمهندس واخويا سياده الضابط وكله كده. بس قولي لي بقى، يعني اكيد انا كان ليا دعاء امي كان لازم اسمعه من امي ليله المباراه، كان لازم اسمعه من امي. غير الدعاء ماما انا بحس من صوتها انا هعمل ايه في البطوله. بتهزري؟ يعني ماما بتبقى مثلا بيبقى في حلم كده قبل البطوله. أيوة. لازم تحلمه. انا قلت لك في احلام ورؤى كده بتبقى موجود. تيجي بعرف بقى من صوتها، بعرف اذا كان الصوت ده قلقان ولا فرحان. وفعلا كانت مكالمه ماما قبل البطوله. استني بقى، الحلم ايه كان ايه قبل البطوله لازم تقوليني؟ لا هي ما حكتليش، ما حكتليش على الحلم. ما حكتليش على الحلم. بس هي عامه لما بقعد ازن عليها اللي هي تحكي لي ما بتحكيليش خالص. ما بتحكيلكيش، بتبقي قلقانه ولا مطمنه؟ ساعات وساعات. ساعات وساعات. بس بعرف من صوتها. من صوتها. صوتها كان ايه طول البطوله؟ لا صوتها قبل البطولة كان متفائل جدا. وكانت بتضحك. ماما لما بتكون في حاجة بتبقى متوترة وبتقفل معايا بسرعة، اللي هي مش عايزة تكمل كلام، بتبقى اللي هي مش عايزة تحسسني بحاجة فقفلة بسرعة، وهي مش عايزة تطول في الكلام عشان انا ما احسش بحاجة. بس برضو بحس يعني. المرة دي كنت حاسة المرة دي صوتها كان فرحان يعني لو ان شاء الله ربنا هيكرمك. قلت لها ساعتها انا فاكرة المكالمة، قلت لها يا ماما يبقى انت حلمتي حلم. فراحت متوهه كده شويه، لا انا ان شاء الله ربنا معاكي. بس انا يعني فعلا ماما الجايد بتاعي، الجايد كلمه السر هي.